السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ريتاه جي اريج فاميلي في فيديو جديد ووصفة جديدة. في هذا الفيديو ديال اليوم وكي تشوفوا معايا درت كيكرات ديال لاكريم، بغيت نشارك معكم المقادير وطريقة ديال التحضير. صراحة كيكة اقتصادية وسهلة، تحضروها زعما بأشياء بسيطة. قلت لكم تحضروا واحد الكيكة تفرحوا وليداتكم في أعياد الميلاد ولا في مناسبة رأس السنة. غنخليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنبدا بها هي الكيك. بالنسبه للكيك انا ما خدمتش بالجينوا، درت كيكه عاديه وقسمتها على جوج. نقول لكم كل خليط خلطته بوحدو وطيبته باش ما نتفاداو داك المشكل، باش ما تجيناش عوجه الا بغينا نقسموها. لذلك خدمت كل قطعه بوحدها. بالنسبه للكيكه الاولى خديت فيها درت فيها بيضه، بيضة كاملة، نص كاس ديال سكر سنيدة، واحد الساشية ديال الفاني وشوية ديال الملح. طربتو مزيان، طربتو مي بطراب اليدوي، طربو مزيان وضفت عليهم نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الزيت. صافي غنطرب هادشي مزيان ونضيف عليهم كاس ونص ديال الدقيق وواحد الخمارة ديال الحلويات. غنخلط هاد الخليط ديالي وغنديرو في المول لي غيكون مدهون بالزيت ونفرش بورق ديال الطبخ. غطيب ليا الكيكه الاولى وغادي نخلط كذلك نفس هاد المقادير استعملتهم ودرت بهم الطبقه الثانيه ديال الكيك. خلطتهم وغادي غنديرهم طيبوا في الفران. كي قلت لكم راه نفس المقادير نفس يمكن لكم لو بغيتو تبدلوا النكهه ولا ديروا واحد الطبقه ديال الكيك الشوكولاته كيبقى الكيك عادي. المهم بعد ما طابت الكيكه راني سقيتها بواحد الكاس ديال الماء فيه واحد ساشيه ديال زهره البرتقال، من السم ساشيه ديال زهره البرتقال. سقيت به الكيكه ديالي الاولى، درت عليها الكريمه. انا بالنسبه للكريمه خدمت بالكريمه السائله وبنصف لتر كفاتني في هذه الكيكه. تقريبا نصف لتر تدير بشي 20 درهم، ما كاملاش يمكن 19 درهم 18 درهم. صراحه ما عقلتش على الثمن ديالها مزيان. وصافي درت الطبقه الاولى ديال الكريمه ودرت عاوتاني الطبقه الثانيه تاع الكيك وكذلك سقيتها. صافي وانا عاوتاني درت الطبقه الاخرى ديال الكريمه وبقيت كنقاد فيها بشويه حتى عملت جميع الجوانب، طلتهم مزيان وحاولت انني نقادها تجيني ملسه من الفوق. بقيت مستمره حتى كملت هاد الحلوه ديالي. بالنسبه هاد الحلوه صوبتها بالليل، صوبتها بالليل وبيتها في الفريكو. ضروري من هاد العمليه انكم تصيبوها تبات في الفريكو باش تقبط راسها وتشد راس ديالها. على بال الان خديت كذلك مع الصباح بكري. اول حاجه بديت بها هي غنصوب الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج درت فيه خديت كاس فرن درت فيها واحد كاس تاع الماء وكاس ديال سنيده، واحد جوج معالق تاع نشا. طربتهم مزيان خلطتهم ودرتهم فوق النار حتى بدا تيغلى ليا هذا الخليط وحيدته فوق النار. درت زدت عليه واحد 8 القطع تاع الشوكولاته البيضاء وغادي نخلطو مزيان حتى يذوب ليا داك الشوكولات. وغادي نرجعو شويه واحد الدقيقه ما كاملاش فوق النار حتى ينسجم ليا الخليط. غادي نحيد كذلك غادي نحيد الكسرونه ديالي فوق النار وغادي نضيف واحد المعلقه ديال معلقه تاع المعلقه كبيره ديال الناباج والملون النكهه. انا خدمت بهاد النكهه الفريز اللي عطاتني لون احمر. يمكن لكم ديروا نكهه الحامض او اي نكهه بغيتو وحساب اللون اللي بغيتو. صافي بخلط هادشي مزيان وهاد المكونات اللي عندي خلطتهم مزيان حتى نسجمو. وغادي غادي نصفيه، ضروري ما تصفى. وبعد ما يتصفى انكم ديروه في الثلاجه على الاقل واحد 6 ساعات. غادي نغطيه ببابيي سلوفان وغادي نديروه في الثلاجه هي لتحت ماشي في الكونجيلاتور، هي في الثلاجه ونخليوه يبرد على الاقل قلت لكم 6 سوايع مزيان باش يعطينا واحد هذيك ما يبقاش لينا شفاف باش ما بقى في الثلاجه تيبرد. راه مزيان يمكن لكم تصايبوه مع فاش صايبتوا المونتاج ديال الكيكه كذلك نصايبوه ونديروه في لتحت الكيكه نديروه في الفريكو وهو نديروه في لتحت. صافي غطيتو كي شفتو غطيتو مزيان وخليتو في الثلاجه. انا صراحه درتو مع ديك مع الصباح بقى لي حتى ديك الربعه درتو فوق
الكيكه. صافي هنايا بعد ما بردات ليا الكيكه راه بايته، ديك الكريمه راه مزيانه شاده راسها، بايته في الفريكو. وحتى داك الخليط شتو كيبرد، داك الكلاصاج من بعد ما برد كيعطينا واحد اللون اللي زوين بزاف. صافي بقيت كنخويه بحال هكا، حتى غطيت الكيكه كامله. صافي تزين على حسب الرغبه، كل اللي يزين اللي نخليه كذلك. بعد ما نديرو الكلاصاج غادي نرطوه على الثلاجه، نخليها واحد الساعه، ساعه حتى ساعتين في الثلاجه باش داك الكلاصاج يشد راسو، ولا بينا نديرو التزيين يجينا ساهل ما يتخربقش لينا الكلاصاج. صافي انا نكمل نطليها كامله، نخوي عليها كلها. انا بغيت نديرها كامله بالكلاصاج، راني كنهز وكنقعد فيها الكلاصاج ديالهم. بعد غنديرها في الثلاجه حتى تبرد مزيان واحد ساعتين، عاد غادي نخرجها ونزينها. كي قلت لكم انا بغيتها داتها في عيد الميلاد ديال بنتي، هي اللي اختارت هذا اللون الاحمر. وصافي تزينها صراحه كلها كيزين باش ما بغا. وبقى لي غير نودعكم وبالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.